في البدء كان الكلمه بيكم احبائي مشاهدينا في كل مكان وحلقه من برنامج كلمه الحياه آه في بدايه الحلقه بحب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بدينا من 3 أربعة ايام صوم العذراء والحقيقه ده صوم محبب جدا للكل مسيحيين وغير مسيحيين وصوم صغير وسهل وما افتكرش في حد ابدا بيفوت صوم العدرة في كتير حتى ناس بتزود في صوم العدرة بدل أسبوعين بيعملوهم ثلاثة في ناس بتصوم بس مية وملح من كتر محبتهم للعدرة فالحقيقة كل سنة وانتم طيبين واحنا عارفين ان شفاعة العدرة شفاعة قوية جدا ويقال انها الشفاعة التي لا يرد لها طلبة لما بتطلب من المسيح ما بيتأخرش عنها أبدا وشفنا ده في عرس قانا الجليل أه ما كانش لسه معاد المعجزات جه لكن من أجل خاطر العدرة المسيح عمل المعجزة عشان كده بركة العدرة وتشفعها وبنقول لها صلي من أجلنا أمام عرش ابنك الرب يسوع المسيح لي كل المجد أه الحاجة التانية إن ده مش معاد حلقتنا وانتوا عارفين احنا حلقتنا دايما يوم الجمعة الصبح من 12 ل بتوقيت كاليفورنيا من عشرة ل بتوقيت القاهره لكن الحقيقه الاثنين بالليل ده بيبقى معاد اعاده حلقه من حلقات كلمه الحياه لكن علشان بقالنا اكتر من اسبوعين ما كناش معاكم على الهوا فقلنا نخلي النهارده حلقه على الهوا علشان عدنا كتير الاسبوعين اللي فاتوا لكن دي حلقه استثنائيه وميعادنا زي ما قلت دايما يوم الجمعه الصبح حاجه تانية رجاء محبه يا ريت نخلي الاسئله لما ننزل التليفون على الشاشه علشان يكون الموضوع شوية متكامل بدل ما نقطع الموضوع بالأسئلة أوقات بتكون خارج الموضوع فبتشوش شوية على تسلسل الأفكار وعلى الموضوع علشان كده من فضلكم احنا بنحب قوي مداخلاتكم يعني مداخلات كلها أشياء معزية جدا وفيها صلوات وفيها طلبات لكن من فضلكم نخليها أول ما يظهر التليفون على الشاشة معناها ان احنا مستعدين ان احنا نقبل المداخلات موضوعنا النهاردة بنعمة ربنا هنكمل الاصحاح السادس من رسالة القديس بولس الرسول الى اهل روميا واسمحوا لي ارحب بقدس بشوي اهلا بيك ابونا في حلقتنا النهاردة اهلا بيك يا ميري وبقول برضو للناس كل سنة وطيبين عشان صوم العذراء و يعني موضوع برضو ان احنا ناجل الاسئله في الاخر او اي نوع من الكومنتس يعني حتى ليه تامل إيه اللي عايز تربط صلاه يا ريت نخليها في الاخر لان في ناس الحقيقه طلبوا منا ان احنا نخش اسئله وسط الموضوع لانهم بيتشتتوا وبعد ما نكون ماشيين في الموضوع وبعد كده نبص الاسئله بعدتنا عن الموضوع. يعني آه ان شاء الله الناس تعمل كده تابعوا تسبونا ابتدي آه حلقتنا بقى في, آه في اخر الاصحاح الخامس في ايه بتقول كده في العدد عشرين واما الناموس فدخل لكي تكسر الخطيه ولكن حيث كسرت الخطيه ازدادت النعمه جدا وبعد كده القديس بولس الرسول بيسال سؤال بقى في الاصحاح السادس فماذا نقول أن في الخطية لكي تكسر النعمة والحقيقة بقى ده سؤالي اللي ببتدي به الحلقة إيه يعني القديس بولس الرسول هيجاوب على السؤال ده في مم. بداية الحلقة فاريتك قدسك تجاوب لنا قال إيه القديس بولس الرسول بالنسبة للحالة دي بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين إيه برضو نقول الايتين اللي بولس الرسول اتكلم فيهم عن الموضوع ده في الاصحاح السادس مم. فماذا نقول نبقى في الخطيه لكي تكثر النعمه حاشا نحن الذين متنا عن الخطيه كيف نعيش بعد فيها حقيقه آه لما قال في الإصحاح الخامس وأما الناموس فدخل لكي تكسر الخطية. يعني إيه تكسر الخطية؟ احنا لازم نعرف المعنى عشان خاطر نقدر نجاوب. لأن الناموس كشف الخطية. ففي بعض الناس كانوا بيعملوا خطايا قبل الناموس ومش عارفين إنها خطايا. فلما دخل الناموس الخطايا كترت. مم. الخطايا كترت. آه ولكن حيث قصص الخطية ازدادت النعمة جدا. إزاي بقى؟ يعني لما وصلوا الناس الى هذه الحاله من الفجر ومن الدنس ومن عباده الاوثان المحرمه <applause> آه والزنا والدعاره الى اخره نعمه الله المخلصه بموت المسيح على الصليب الناس دول اللي كانوا عايشين هذه الحياه اتغيروا تغيير كامل مم. عشان كده يبقى شوف هنا بقى ايه آه النعمه بتخلي يعني اخطى خاطي تحوله مم. الى قديس مم. عشان كده كل ما الخطيه بتبان النعمه قوي صح وزي ما شفنا في الاصحاح الخامس لما اتكلم عن حالتنا حالتنا قبل الصليب او قبل النعمه كنا خطاه وكنا ضعفاء وكنا كمان فجار وكنا اعداء. لكن اللي حصل ايه؟ ان النعمه انتشلتنا من الخطيه واديتنا بر الله المجاني ده عمل النعمه. هنا بيقول فماذا نقول؟ ان نبقى في الخطيه لكي تكسر النعمه؟ مش معقول. دي النعمه دي هي اللي خلصتنا من الخطيه. دي النعمه دي من خلالها احنا بندوس على الخطيه وبيبقى سلطان على الخطيه فبيقول ب... لانه الناس ممكن تفهم حاجه غلط زي ما بالظبط الكلام ده قال له بولس الرسول في الاصحاح الثالث من نفس الرساله رساله روميا اصحاح ثلاثه واظن عدد ثمانيه بيقول كده ايه بيقول اما كما يفترى علينا وكما يزعم قول اننا نقول لنفعل السيئات لكي تاتي الخيرات مم. الذين دينونتهم عادله يشرح بولس الرسول عمل النعمه الناس بتفهمه غلط وكل ما يتكلم ازاي ان ربنا ممكن ينتشر الانسان من وحل الخطيه ويرفعه مم. يقيم المسكين والطراب ويرفع من التراب والبائس من البزبله وايه ويجلسه مع شرفاء شعبه يقول لك طب احنا نستمر بقى في الخطيه عشان ربنا لا ما كده مم. الرد هو صح خالص حاشا <applause> نحن الذين متنا عن الخطيه كيف نعيش بعد فيها احنا متنا عن الخطيه يعني ايه احنا الذين متنا عن الخطيه لان احنا متنا عن الخطيه يعني اصبحت الخطيه ميته بالنسبه لنا او اصبح احنا كمان الطبع الخطيه اللي فينا اتحول او اتغير أو حصل تجديد للطبيعة البشرية من خلال موت المسيح الكفاري ومن خلال الصلب. نحن الذين متنا إزاي نعيش ب... إزاي نعيش فيها بقى؟ يعني عايز يقول هنا طبعا سؤال استنكاري. مم. إزاي نعيش في الخطية؟ ده إحنا متنا عن الخطية. فعشان فال... كده الحقيقة يعني نلقى الكلام ده الحقيقة ااا اه مي... زي ما قلت يعني هي يعني الخطية النعمة بيبان عملها قوي قوي في الإنسان اللي بيبقى يعني عايش جامد في الخطية زي مثلا قديس موسى الأسود بانت فيه النعمة صحيح لأنه كان عايش بس مش لازم هنعمل كلنا زي موسى الأسود عشان تبان فينا النعمة برضو هقول شرح القديس يوحنا ذهبي الفهم للموضوع ده بيقول نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها إن المعمودية قد أماتت الخطية فينا. ولكي تظل الخطية ميتة يليق بنا ان نجاهد بلا انقطاع فلا نطيع الخطية بالمرة بل نقف امامها جامدين كالموتى. مم. احنا متنا على الخطية عشان كده ازاي نعيش بقى فيها؟ لا ده احنا ايه يليق بنا ان نجاهد بلا انقطاع فلا نطيع الخطية بالمرة بل نقف امامها جامدين ايه؟ كالموتى، يبقى إذن دي بقى الحتة المهمة اللي لازم نفهمها في الموضوع ده. إن ربنا فعلا عمل النعمة عظيم جدا وبينتشل الإنسان من الخطية ومن الوحل ويديله البر الكامل. يعني الإنسان يبقى مبرر أمام الله ولكن ده لا يعني ان الانسان يقول طيب أدم ربنا نعمته بتزيد قوي لكل كل ما الخطيه بتكتر قوي فانا استمر في الخطيه طبعا ده يعني عايز اقول تفسير يعني ليس له الخطيه ليس له اي نوع من الـ 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 حتى عايز اقول العقل مش حتى آه الروح يعني إنسان حتى بعقله كده لما النعمه انتشرت من خطيه وكل ما بتكسر الخطيه بتزداد النعمه وخلاص وانت اتحررت من الخطيه طب ازاي ترجع تعيش فيها تاني احنا متنا عن الخطيه كيف نعيش بعد فيها الكلام هنا في منتهى الوضوح عشان كده المفروض ان الانسان اللي مات عن الخطيه زي ما هيقول بعد كده بعد شويه لان الذي مات قد تبرا من الخطيه احنا متنا متنا مع المسيح عن الخطيه يعني برضو باختصار عايز اقول ان هو بيشرح حاله آه. ان انسان ممكن يعني ان نعمه ربنا ممكن تنشل اي انسان حتى لو كان يعني الخطيه مغرقه مظبوط عشان كده بيبان فيه قوي النعمه وعملها م. لكن مش ده م... مش ده يعني إيه اكسكيوز عشان واحد يقول بقى اروح اختي قوي 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 عشان تبان فيا النعمه لا ده هي النعمه بتبان في الانسان الخطاه جدا 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 النعمه غنيه جدا تقدر تنشلهم من خطيتهم ايوه طيب برضو القديس بولس الرسول شرح عمل النعمه دي برضو في سر المعموديه وده في العدد ثلاثة واربعه بيقول كده ام تجهلون اننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفننا معه للموت بالمعمودية. بالمعمودية للموت حتى كما اقيم المسيح من الاموات بمجد الاب كذا نسلك نحن ايضا في جده الحياه يعني النعمه هنا بانت في في سر المعموديه وتقول قدسك تشرح لنا بقى يعني ايه. لموته يعني اعتمدنا لموته. اعتمدنا لموته ونسلك في جدة الحياه ما تخليك لابسه نظارة على طول ما انا ما بشوفش الا القرايه بس أقدرش <applause> ما اقدرش ابص لقدسك بالنضاره ما بقول لك من زمان اعمل النظارة النضاره دي معلش المره الجايه بي اشوف شوف بيها اقرا <applause> بيها بس اعمل كل حاجه بيها طيب <applause> آه الحقيقه اعظم شرح لسر المعموديه <applause> ام تجهلون الله انتم مش عارفين انتوا يعني مارستوا سر ومش عارفين ايه معنى السر ده وايه اللي بتعمله المعمودية في الانسان الخاطي اللي جاي تايب علشان خاطر يتحرر بالكامل من الخطية وينال الحياة الجديدة فلو ام تجهلون صحيح ان في حاجات كتير قوي الناس بتجهلها عشان كده ما بتقدرش ان هي تتمتع بنعمتها وبركتها وقوتها. في ناس لغايه النهارده ما يعرفوش ايه قوه المعموديه وايه سر المعموديه ويعني ايه المعموديه. فقال لهم انتوا مش عارفين النعمه اللي انتوا خدتوها دي او السر اللي انتوا خدتوه ده عمل فيكوا ايه؟ ام تجهلون اننا وحط نفسه معاهم كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته يعني لما تعمدنا على اسم يسوع المسيح لما تعمدنا بعد ما امنا بالمسيح يسوع إيه اللي حصل ان احنا اعتمدنا لموته لان المسيح مات عن خطايانا واحنا بنموت عن الخطايا من خلال المعموديه عشان كده يعني احنا بنشترك مع المسيح من خلال المعموديه هو مات واحنا بنموت هو مات عنا واحنا بنموت عن الخطيه هو مات عنا واحنا بنموت عن الخطيه اعتمدنا لموته يعني علشان من خلال موته احنا كمان نموت عن الخطيه فدفننا معه بالمعمودية للموت مم. حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة مم. يبقى إذا هنا المعمودية هي موت ودفن وإيه؟ حياة. وقيامة وقيام. آه. موت ودفن وقيامة مم. وبعد كده في الآخر جدة الحياة وده تعبير حلو خالص إحنا ساعتنا للحياة الجديدة بس جدة الحياة دي ليها معنى أقوى من الحياة الجديدة لكن خلينا إحنا نبتدي من أول ايه بقى كل من اعتمد ليسوع المسيح الحقيقة عايز أقول برضو عشان خاطر الناس موضوع المعمودية ده تقول لك هو أنا عايز أروح أعمد فلان في الدير الفلاني أنا نادر م. الكلام ده مش صح خالص أنا عايز فلان يعمد أنا عايز مثلا شخص معين ليه مركز كبير في الكين إلى آخره م. لا ده بيقول لك في غلاطيه 3 27 لأنكم كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح المسيح اللي بيعمد م. اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح حتى في يوحنا 4 لما كان بيقول يوحنا عن المسيح انه كان بيعمد ناس كتير فبقى مع ان المسيح نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه لكن نسبه المعموديه كان المسيح هو اللي بيعمد فعشان كده لازم نفهم الحقيقه دي ولا زال لغايه دلوقتي هو اللي بيعمد مش الكاهن اللي بيعمد عشان كده لا المكان المفروض ولا الشخص ولا الشخص المعموديه ده سر فاحنا لا نربطه لا بمكان ولا نربطه بشخص فعشان كده الحقيقه برضو احنا ما ام تجهلون دي مهمه قوي في جهل كبير قوي قوي بالسر ده والناس الحقيقه بتمارسه ولكن الممارسه ما هياش ممارسه يعني عايز اقول انجيليه حسب الانجيل ليه؟ لان المعموديه المفروض تكون بعد الايمان من امن واعتمد خلص طيب الاطفال يؤمنوا ازاي؟ فبنقول في اشبين واشبين ده بيكون ان هو اما الام او الاب او اي حد قريب للطفل هو مسؤول عنه يعني أو. طيب الام اللي هي الاشبين بتقول آه او مش الحقيقه مش عايز اقول بتقول بتعترف وتؤمن بالمسيح وبتقبل المسيح بالنيابه عن مين الطفل الحقيقه طب الطفل بقى لما يكبر المفروض بقى ان اللي بتقول الام ده يتبروس كده وتاخده معاها بعد المعموديه تقول انت لما الولد يبتدي يفهم سن سبع سنين ثمان سنين لازم يبتدي يقول نفس الكلام اللي قالت امه اجحدك ايها الشيطان وكل اعمالك نجسه وكل كل كل الحاجات اللي هي قالتها جحد الشيطان وبعد كده الحاجه الثانيه اللي هي اعترف لك ايها المسيح الهي او قبول المسيح ان هي بتقبل المسيح وبعد كده بتؤمن بالكنيسه الى اخره كل اللي موجود في كل الطقس اللي عملته الام اه المفروض ان هو بعد كده في سن معين لازم الابن نفسه اصله الموضوع يا جماعه مش معقول مش كلامه بس لا دي ده, ده, ده سر وما كنتش انا يعني عارف انا خدت ايه ولازم نشرح نشرح للولد السر م. نفسه م. ده انا قلت عنك انا جحدت الشيطان انت ما تروحش اماكن فيها شيطان ولا تعمل اعمال خاصه بالشيطان لان المعموديه معناها رفض م. لكل طرق الشيطان م. كل طرق الشريره عشان كده أنت, انت انا خدت واقريت ده يعني بالنيابه عنك م. مسؤولية فانت مسؤولية. دلوقتي لازم تقوم تعمل الحكايه دي م. فلازم الحقيقه الكنيسه لازم تعمل حاجه في الموضوع ده ولازم تدي للامهات حاجه يعني يعني مكتوبه كده ابنك لما يوصل الى سن كذا او لما يقدر يبتدي خليه لازم ان هو يقول هذا الاقرار الايماني <applause> لانه ده مهم قوي لانه في روميا 10 9 و10 يقول لك كده لانك ان امنت بقلبك بالرب يسوع اعترفت بفمك <applause> لازم الطفل يعترف بفمه مش بفم الام الاشبين بس هو لازم اللي يقول بالرب يسوع خلصت عشان كده مهمة أوي الحتة دي فانا بقولها علشان خاطر برضو احنا يعني المعمودية عندنا عايزين ان احنا نخليها فعاليتها ومعنى السر اللي بنتكلم عنه النهاردة انها برضو تنتقل من الاشبين الى الطفل اللي اتعمد واصبح الإشبين ده مسؤول عن ايمانه مم. علشان يبقى لازم مم. نعرف ان المعموديه موت تمام موت مم. مع المسيح دي. كل ما اعتمد اعتمدنا لايه لموته شوف مم. هنا يوحنا ذهبي الفم يقول إيه؟ يعني اعتمدنا لموته مم. ماذا يعني اعتمدنا لموته ده القديس يوحنا ذهبي الفم مم. يقصد موتنا نحن مم. كما مات هو يبقى متنا عن ايه بقى عن الخطيه لكن هو مات عن خطايانا فالمعموديه هي الصلب او هي الصليب المعموديه هي الصليب وما كان الصليب والدفن بالنسبه للمسيح تكون المعموديه بالنسبه ايه لنا, لنا. ولو ان تطابق ليس ايه دي. ليس دي. تماما مم. لان هو مات ودفن بالجسد اما نحن فنمارس الاثنين اللي هو الموت والدفن بالنسبه للايه للخطيه الحقيقة يعني حتة اعتمدنا لموته دي مهمة خالص ليه لأنه أنا بعتمد لموت المسيح يعني حاجة من الاتنين يا يعني إن أنا بموت عن الخطية أو الخطية تبقى ميتة بالنسبة لي ده الموت عن الخطية وبعدين حد يقول الله طيب ما في ناس بتعمدين كتير قوي لكن فين الموت عن الخطية ده مش ميتين على الخطية العيب مش بالسر العيب في اللي ما فهمش السر وقوته وابتدى يتفاعل معه. ليه؟ لان احنا عارفين طبعا ان ما حدش خالي من الخطيه. لكن هنا الحته اللي قال اتكلم فيها نحن الذين متنا عن الخطيه، كيف نعيش في الخطيه؟ في واحد عايش ايوه كيف نعيش بعد فيها؟ في ناس عايشين في الخطيه. ده ما ينفعش لكن فيه ناس ممكن هي تخطئ بعض الاخطاء وده ما هواش مشكله لانه احنا عارفين ان حتى القديسين ممكن ان هم يخطئوا لكن المهم ايه المهم الحقيقه شرحه يوحنا الرسول في رسالته الاولى نقرا مع بعض لان ده مهم جدا علشان خاطر الناس يعني يقولوا الله طب ازاي ان انا مت عن الخطيه والخطيه ميته بالنسبه لي لكن انا ساعات بعمل خطيه الموضوع ده جايز يتعب بعض الناس اللي مش فاهمين كويس يقول كده من اول عدد سبعه يقول ايه ولكن ان سلكنا في النور كما هو في النور هنا بقى ما فيش خطيه نور ونور فلنا شركة بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية يطهرنا من كل خطية يعني لأنه إحنا في المعمودية غفرت لنا الخطايا اللي كانت قبل المعموديه مم. هنا بيتكلم بقى عن الخطايا اللي احنا ممكن نعملها بعد المعموديه ان سلكنا في النور وسلكنا في المسيح يعني مم. كما هو في النور المسيح هو نور يبقى ولينا شركه لينا محبه بعضينا البعض احنا عارفين المحبه دي مهمه قوي. أوي طبعا. اه وبعدين يقول بعد كده ايه ان قلنا انه ليس لنا خطيه نكذب نضل انفسنا مم. وليس الحق فينا. مم. ان اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم وبعدين بيأكد بقى أن الإنسان ممكن يخطئ إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا فإذا الموضوع لازم نفهمه كويس قوي يبقى إحنا موتنا على الخطية وهذا الموت اللي إحنا موتنا على الخطية تم في المعمودية مش موت بس ده موت ودفن كمان موت موت ودفن يعني مم. احنا دفننا كمان معاه في المعموديه اه يقول كده برضه ايه ذهبي الفم وهنا بنتكلم عن آه الموت والقيامة بيقول الآن إذ يقدم لنا القيامة فهو يسألنا أمرا آخر هو تغيير عاداتنا فعندما يصير الزاني عفيفا والطماع رحوما والعنيف مطيعا بهذا تكون القيامه عامله هنا كعربون للقيامه الاخرى, الأخرى. كيف يحسب هذا قيامه لان الخطيه تموت والبر يقوم الانسان القديم ينتهي والجديد الملائكي يعيش, يعيش. الكلام ده حلو خالص ليه لانه لما اتكلم عن جده الحياه قال ان احنا بنموت وندفن ونقوم معاه وانا بتكلم عن القيامه ان المسيح قام من الاموات واحنا بنشترك معاه بقى في موته وبنشترك معاه ايضا ايه في قيامته في قيامته فهو قام واحنا قمنا معاه مم. بس قمنا بقى لحياه جديده مم. ليه لان خلاص الخطيه احنا متنا عنها الحياه الجديده دي هي فيها بقى يحصل ان الانسان فعلا اتغير تغيير تغيير وده اللي انا قصدي اقول عليه لو انا التغيير ده ما حصليش لان انا كنت طفل ومش فاهم واتعمدت يبقى ساعه ما انا اخد الاقرار الايمان ده اللي قالوا الاشبين عني في المعموديه لازم انا اقوله بنفسي وبوعي وبادراك وبايمان ليه علشان خاطر هنا بيقول لك القديس يوحنا ده الفهم بيقول لك ايه اللي ايه اللي بيحصل بيقول لك عند يصير الزاني عفيفا والطماع رحوما والعنيف مطيعا بهذا تكون القيامه عامله هنا كعربون للقيامه الاخرى اللي هي في الظهر الاتي فعلشان كده انا عايز اقول حاجه انه المعموديه المفروض هي فعلا الانسان من خلال هذا السر بيستعلن فيه المسيح القائم الأموات فيبتدي يسلك فيه حياة جديدة غير الحياة الأولانية بالنسبة للطفل عمد المفروض أن أنا زي ما قلت تاني وبقولها تاني عشان خاطر الموضوع ده بتكلم الكنيسة كلها لازم يبقى ليه فعلا حاجة معينة تتاخد على إقرار حد على الأم والإجبين أن هو يسلم الطفل هذا الايمان في الوقت المناسب له طب بس يعني يمكن بنعمل ده بناخده الكنيسه دايما وبنناوله وبنفهمه ايه الغلط وايه الصح يعني بنربيه في الكنيسه وهو ده المسؤوليه اللي على الام انها تخلي تزرع اولادها في الكنيسه وبنعلمه بقى في الكنيسه بيتعلم ان انه آه عمل المسيح عنه ايه وازاي الخطيه خاطئه جدا يعني من غير الانسان ما بياخد قرار م. واقرار على نفسه مهما اتعلم ده تعليم لكن المسيحيه موقف موقف من اللي عملوا المسيح على الصليب قبول للي عملوا المسيح على الصليب عشان كده القبول ده من شقين الأول حاجه بيرفض او بيجحد الشيطان وكل م. اعماله الشريره تاني بيقبل المسيح وكمان يؤمن بالكنيسة وبقيامة الجسد وكل الحاجات فعلشان كده الحقيقة حتة مهمة يعني مش بس ده التع... ال... حتى ب... احنا بنناوله بنناول الأطفال عشان نحرموش من النعمة لازم نفهمهم ايه السر ده وقوته انا مش بقول انا لازم البيت اللي يبتدي مش مش المدرسه الاحد بعد كده اه. لا البيت لان ال... الام اللي كانت اشبين دي هي مسؤوله اه طبعا طبعا ان هي تسلم اولادها هذا الإيمان آه. فالحقيقه انا يعني موضوع السر المعموديه ده موضوع مهم قوي طبعا آه. ده يعني علشان يدعي علي اسم المسيح لازم ادخل يعني اقبل هذا السر يا. 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 مش ميه بننزل فيها اما الناس بيخافوا ليه من المعموديه لا. لا وانا الحقيقه طبعا بس انا مش عارف ان عايزة تطلعي فاصل هنطلع فاصل هنتكلم آه. شويه عن ايه المعمودية م. وبالنسبة لكل انسان استطاع ان هو يتوب توبه حقيقية ويتعمد على اسم المسيح او لو كان اتعمد يجي مرحلة فيها ان هو بيتوب وشو هقول لك قد ايه النعم الانسان بياخدها في المعمودية لان دي حتة مهمة لان انا بسال باستمرار الناس اللي جايين يعمدوا اولادهم أقول له أنت عارف إيه بركات المعمودية؟ واحد يقول لي إحنا بناخد الروح القدس. آه يا شوف واحد يقول لي مش عارف يعني بتبقى أسئلة أو بأجوبة غريبة. آه هو بس سر لازم آه آه نمارسه في الكنيسة لكن لازم إن إحنا نعرف آه إيه اللي بناخده من خلال سر المعمودية. بالظبط آه صحيح بولس الرسول قال إن هو في من آه آه بنموت مع المسيح وندفن مع المسيح ونقوم مع المسيح لحياه جديده أو الحياه لكن في حاجات تانية برضو مهمه أوي هنتكلم عنها بس بعد الفاصل ماشي يا تصبونا احباء المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع تصبونا الموضوع شيق وجميل جدا وانتظرونا بعد الفاصل

مرة تانية معاكم أحباء المشاهدين وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن إزاي القديس بولس الرسول شرح عمل النعمة في المعمودية وهو الموت عن الخطية والحياة للبر واتكلمنا وده في عدد أربعة نقرأ معاكم تاني بيقول كده فدفنا معه بالمعموديه للموت حتى كما اقيم المسيح من الاموات بمجد الاب هكذا نسلك نحن ايضا في جده الحياه فتكلمنا يا عن المعموديه وسر المعموديه لكن يا لاتسك تكمل وكمان ندخل فيه كيف نسلك في جده يو. الحياه لان الحقيقه السلوك ده موضوع مهم قوي تفضل الحقيقه بنعتبر ان المعموديه في الكنيسه هي سر الاسرار يعني ايه يعني محدش يقدر يتناول الا اذا تعمد محدش يقدر يتجوز في الكنيسه إيه الا اذا يكون متعمد محدش ياخد سر مسحه المرضى إيه الا متعمد ياخد سر يبقى إيه هي اول سر الحقيقه انا عايز اقول حاجه يعني آه لما جه نيقوديموس ليلا الى السيد المسيح وقال له ايه يا معلم نعلم انك اتيت من الله معلما لانه لا ليس احد يقدر ان يعمل هذه الاعمال الا ايه اذا كان من الله فالمسيح قال له ايه الحق الحق اقول لك ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يدخل ملكوت الله وبعدين قال له بعد كده تاني ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله. يبقى اذا المعموديه هي الطريق الملكوت. محدش هيخش الملكوت ده إيه كلام صعب. يولد من الماء والروح. مفهوم ان دي معموديه. يبقى اذا لما نكتب كده وكاله المعموديه يبقى اول حاجه الايه؟ الملكوت. دي اول حاجه. وبعدين الحاجه الثانيه المهمه قوي اللي بعد كده اللي بنصبح ابناء الله ناخذ نعمه البنوة مم. واضحه جدا جدا في ثلاثة 3 26 و 27 لانكم جميعا ابناء الله بالايمان بالمسيح يسوع الايمان مهم نمبر 1 الايمان مم. وبعدين لأ لان كلكم الذين اعتمدتم لم كانش حد يقدر يتعمد الا اذا كان مؤمن مم. اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح يبقى جميعكم ابناء الله نعمه البنوة عشان كده برضو في يوحنا 1 12 واما كل الذين قبلوه بالايمان والمعموديه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنين باسمه. السبقه فعينا لتبني بيسوع المسيح لنفسه فاحنا بناخد نعمه البنوة من خلال سر المعموديه. الممودية. بنولد ولاده جديده يعني الذين ولدوا ليس من ايه؟ من, من جسد برشة. او دم ولكن من الله ولدنا من الله من مم. الله ولدوا فاحنا دي ولاده من الله عشان كده احنا بناخد الولاده الجديده او نعمه الايه؟ البنوه بنعمه البنوه مم. نعمه البنوه ايه تاني؟ طبعا يعني آه بناخد من خلال المعموديه الخلاص من امن واعتمد خلص ما اقدرش ان انا لما اقول انا باخد الخلاص من المعموديه لكن باخد الايه كلها يبقى في ايمان لازم وفي كمان معموديه يبقى بناخد الخلاص الخلاص معموديه الحاجه كمان المهم اللي بناخدها في المعموديه احنا بنتكلم عن الحياه وجده الحياه الحياه اللي بيتكلم عنها هنا اللي احنا بناخدها في المعموديه حياه ابديه بناخد الحياه الابديه من خلال المعموديه اه الحاجه بقى المهمه اللي بعد كده هي كمان من خلال المعمودية بتتجدد الطبيعة الإنسانية أيوه. تجديد الطبيعة وتجديد الطبيعة ده مهم قوي لأنه لأن إحنا طبعا الإنسان العتيق ده بيموت على الصليب وبناخد الإنسان الجديد بناخد خليقة جديدة في المسيح يسوع فهنا أنا بشوف ال... ال... أدي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة الناس الحقيقه لما نقول لهم ايه بركات المعموديه مم. انت جاي تعمد ابنك ليه مش فاهم؟ هو جاي يعمد وبس. وحتى الاجابه يقول لك ايه عشان ياخدوا الروح القدس، الروح القدس بناخده في سر الميرون الميرون مش مم. في سر المعموديه. مم. لا ده احنا بنصلي ونستدعي الروح القدس عشان يحل على مياه المعموديه علشان خاطر يبقى فيها قوه لتجديد الشخص المعمد عشان يتجدد، فالروح القدس هو اللي يجدده في المعمودية، لكن هو بياخد بقى حلول الروح القدس من خلال سر الميرون, الميرون اللي هو بعد المعمودية على طول. تمام <applause> فالحقيقة يعني مهم قوي إن الناس تعرف بناخد إيه في بناخد المعمودية؟ إيه في المعمودية؟ لأنه عشان كده لأنه أنا لما أعرف الـ الـ النعمة اللي أنا باخدها والبركة اللي أنا باخدها فأحافظ عليها. واسأل نفسي انا ابن ولا مش ابن مم. مش خدت نعمه البنوه في المعموديه طب قال فعلا الناس شايفه فيا سمات البنوه البنوة لله مم. لان اي ابن بيشبه ابوه احنا بناخد الجينات البينات. الالهيه مم. وقالها يوحنا الرسول قالها اه لان زرعه يثبت فيه فزرعه فيه. آه. ده جينات الهيه عشان آه. كده اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس ايضا فعشان كده لما اعرف هذه الحقائق الاساسيه بالنسبة لهذا السر أعيش بقى مع موديتي كل يوم أبقى في السماء كل يوم أعيش الموت والدفن والقيامة كل يوم يبقى أنا كده يعني حد يجي بقى يسألني يقول لي أنت هتروح فين ما أقدرش بقى أقول له أن أنا خدت الولادة الجديدة وخدت خدت الخلاص وخدت الحياة الأبدية وأنا طبعتي اتغيرت وانا أقول له أنا مش عارف رايح فين الله طب هو يعني آه طب آه يعني احنا لازم نعرف إن احنا يعني آه أصبح لينا وضع جديد لكن الإنسان بقى اللي هو يقول لك أنا مش مش عارف رايح فين ده بيبقى عنده مفهوم مغلوط عن الحياة الجديدة في المسيح يسوع يا إما انه ارتد للخطية تاني ورجع للعالم تاني عشان كده آه فقد الثقة والرجاء في الله <applause> ده ده مشكلته بسيطه ان هو ايه؟ يتوب. يتوب. مم. لكن برضه انا بتكلم النهارده عن المفهوم المغلوط لبعض الحاجات اللي بتخلي الناس ان هم يخسروا النعمه اللي خدوها. يعني لسه النهارده واحده بتكلمني في التليفون بتقول لي انا كنت يعني موجوده في عياده بتاع دكتور وبعد كده هي تحب تتكلم عن المسيح وهي قاعده. مم. فلقيت واحد قاعد راجل كبير في السن عرفت ان هو انسان مسيحي. فبتقول له يعني انت ايه بتروح كنيسه مش عارف ايه بروح الكنيسه طيب اه وايه علاقتك بربنا الى اخره فقال لها لا اصلا يعني اه ما بقدرش اصوم فانا يعني اه ما افتكرش إني انا هروح السماء عشان ما بيقدرش يصوم ف النعمه ليست اه ما هياش فرائض علشان خاطر تمنعني من دخول السماء الصوم اللي هيوديني السماء اه بعدين ده راجل بتقول لي راجل كبير في السن في اخر السبعينات هو اخر السبعينات ده ما بيجي بياخد حل من الكنيسه انه هو يصومش لان لو كان مريض يعني مم. لكن الشيطان بيقدر ان هو بيخلي بعض الحاجات تبقى يعني تعوقنا على عن اللي عايز اقول ايه الحقائق الانجيليه الثابته اللي بتقول لي انت ابن تبقى وارث ان كنا اولادا فنحن ورثه الله وارثون مع المسيح <applause> علشان كده الحقيقة مهمة قوي قوي إن أنا أتعرف على إيه اللي أنا خدته من خلال هذا السر أنا بتكلم عنه سر الأسرار لأن ما فيش بركات زي كده في أي حاجة في أي سر تاني الملكوت الأولاد الجديدة نعمة البنوة الخلاص الحياة الأبدية تجديد طبيعة إيه ده فطبعا أنا خدت ده كله عشان كده الحقيقة يعني الناس بتحتفل بسر المعموديه والطفل يلبس ابيض ونزفه في الكنيسه وحاجه حلوه خالص م ليه.